انا من السكنه ديال لوسيون. بالنسبه للملاعب الا كانوا فابور مزيانه، راه تيشجعوا الشباب باش يكونوا باش يشجعوهم على الرياضه باش يبقاو يجيو يلعبوا هنايا، ومابقاش حتى تنجيو تنبغيو نلعبوا هنايا. هما دابا كما تشوف دابا التيران خاوي ولكن ما تلعبش فيه، خاصك حتى تخلص تاخذ رونديفو باش تلعب بحال الا داير مع الطبيب، فهمتي؟ هما كان ملاعب كنلعبوا فيهم كره، هما مزيانين داروا من هنايا كنلعبوا فيهم احسن من والو نبقاو في الدار ولا شي حاجه بحال هكا. هذا الشيء عاد قلتو لي دابا هو قرار زوين صراحه، حنا كنا كنخلصوا كان شويه غالي، حتى الدراري كنعطيو 5 دراهم لكل واحد باش عاد كنكملوا فلوس التيران، كان 60 درهم الساعه غالي شويه، ويديروا فابور راه مزيان. الحمد لله على هاد الملاعب اللي وليتو كديروا معانا، محرا الوليدات يبعدوا من المخدرات يبعدوا من الانحراف يشوفوا في مستقبل قدامهم ان شاء الله. مع سبورت تبارك الله الدراري مع سبورت مهائي، ما ماشي انما ملي كيكونوا لاقين الاوقات فراغ كيمشيو للانحراف. اما دابا الحمد لله الله يكثر خير الدوله الله يكثر خير، هذا ولينا كنشوفوا داك الشيء زوين غادي وليداتنا غيكونوا على خير وبخير. كنشكركم على هذه فكرة مزيانة وهادشي ممتاز وكيسمح للشباب باش يلعبوا الأطفال ومتنفس كبير. إلا كان الخلاص شي حاجة رمزية شي حاجة بسيطة، لأن باش يساهموا حتى الدراري في الصيانة في الحفاظ على هادشي هذا ديك الفلوس، لأن إلا خلينا عاود بالمجان يمكن عاود كل اللي جا يدخل اللي جا يدخل ما غتكون شويه فوضى. لا بالمجان الا كان شي حاجه رمزيه ما كاين حتى مشكل، ولكن ما يكونش عاود مورد الربح، لان الهدف هو اجتماعي. ولكن عاود الا ما يكونش بالمجان باش يتنظم خاص واحد المساهمه رمزيه شي حاجه بسيطه. وانا ماشي ضد الا كان شي مساهمه بسيطة، لأنها غتساهم في التنظيم وما غيبقاش يكون اللي بغى يدخل. كنشكر المدن الحضارية بأنك الرباط وسلاب بدا كيزدهر وعجبنا الحال، عجبنا بزاف بزاف. كنشكركم بزاف. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيت بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.